السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي ياس كيك، مرحبا بكم في وصفة جديدة مع محمد ياسين. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم كنقترح عليكم أكثر من 10 أشكال وأنواع مختلفة ديال الفينانسي. تقدروا بطبيعة الحال ديروا أكثر من 10 إذا بغيتوا، كيبقى على حسب الاختيارات والأذواق ديالكم. هاد الفينانسي كيجيو معلكين في مذاق قمة في الروعة. أنا درت بزاف ديال البلاطو، بالنسبة لكم تقدروا تقسموا المقادير على جوج ضوع على أكثر إلى بغيتوا تديروا قلب. طبيعة الحال تقدروا تستعملوا دي مول صغار حال استعملت أنا، ولا دي مول أفينانسي كلاسيك، ولا دي مول ديال لي ميني كيك كيف ما بغيتوا. غادي نبداو على بركة الله بأول فينانسي اللي هو فينانسي بلوز كلاسيكي. غادي نبداو نغربلو المكونات الجافة اللي عندنا، اللي هي سكر غلاسي، بودرة اللوز، دقيق، الملح، شوية ديال لافاني والخميرة الكيميائية. نغربلو الكل ونحركو مزيان بان فوي حتى يتخلطو مزيان، ونزيدو عليهم بياض البيض ولا ابيض البيض كرو، ونعاودو نحركو الكل مزيان حتى يتجانسو لينا المكونات الجافة مع بياض البيض. من بعد غادي نزيدو العسل، الكمية اللي عندنا ديال العسل غادي نزيدوها ونديرو من فوق منو صفايا، ما غادي نحركو ما والو، غير نديرو فوق منو صفايا ونخليو هذا الخليط على جنب، ونمشيو نحضرو لو بوغ نوازيت. هاد لو بوغ راه ساهل في التحضير ديالو. كاسرونا غادي نديرو الزبدة ونخليوها على نار متوسطة حتى تذوب. ملي تذوب نخليوها دائما على نار متوسطة، ومني تبدا دير هذاك الصوت اللي تبدا تبقبق كنقولو بالفرنسية لو بور كومونس ا سونتي، غادي يدير الصوت لانه كيطيب. ما حد الزبدة غادا وكطيب ما حدها كدير هذا الصوت، وهو شيء عادي. خصنا ولا بد نحركو دائما، وما حد الزبده كدير الصوت ما حدنا مازال ما وصلناش لو بور نوازيت اللي بغينا. هاد لو بور كنستخدمو فيه حاسه السمع وماشي حاسه البصر، فنبقاو دائما راضي البال وحنا كنحركو حتى الزبده ما تبقى دير حتى شي صوت. ملي تسكت اسما مولا راه وصلنا لو بور نوازيت اللي كنقلبو عليه. غادي نكبو هاد الزبده مباشره وهي سخونه على خليط المقادير الجافه. بيان سور غادي نصفيوها باستعمال الصفايه اللي كنا حطينا، ومن بعد غادي نخلطو الكل باستعمال الخلاط اليدوي انفوي. نخلطو مزيان حتى نحصلو على خليط متجانس يكون ليس واللي كيكون فلويد. من بعد غادي نخليو هاد لاباطا فينونسي حتى توصل لحراره الغرفه، وغادي نفيلميوها بان فيلم اليمونتير ونحطوها في الثلاجه لمده ليله كامله. هاد المرحله هي مهمه جدا وما خصناش ندوزوها، ولا بد ما لاباغايا فينونسي ترتاح ليله كامله في الثلاجه. من بعد مرور هاد المده غادي نجبدو لاباطا فينونسي من الثلاجه. لا تيكستور ديالها غادي تكون قصاحت وهو شيء عادي. انا غادي نقسم هاد لاباط على اربعه. الجزء الاول غادي ندير فيه دي فيرميسيل اركونسييل، هاد لي فيرميسيل موجودين في السوق، وهذا النوع كيعجب الاطفال بزاف. طبيعة الحال في هذه المرحله يمكن لكم ديروا الانواع والاشكال اللي بغيتوا. تقدروا ديروا دو لا بيستاش، سيترون، بالكافي، بالاورانج، كاين افكار كثيره ومتعدده. انا اختاريت ندير هاد لي فيرميسيل. وفي الجزء الثاني غادي ندير لي ميرتي، غادي نزيد على لي فينونسيي ولا على لاباطا فينونسيي لي ميرتي ونخلط مزيان. تقدروا بطبيعة الحال ما تزيدوا والو، يعني لاباط كلاسيكية سامبل كتجي رائعة وزوينة بزاف. وبالنسبة للجزء الثالث انا زدت الكراميل ديال نيسلي ولا لا كونفيتور دو لي،
خلط مزيان ومن بعد زدت عليه لي فيرميسيل نوار، يعني درت ان فينونسيي كراميل شوكولا تيغري بالكراميل والشوكولا. والجزء الرابع والاخير زدت فيه دي زاموند هاشي ولا اللوز مهرمش، اللوز بيان سور محمر ومهرمش باش كيجيو معلكين ومقرمشين في نفس الوقت، مذاق ولا اروع. كنصحكم تجربوهم، يعني كيجيو زوينين بزاف. غادي نديرو كاع هاد الانواع والاشكال في دي مول من اختياركم، استعملوا لي مول اللي بغيتو الاشكال اللي بغيتو، وندخلوهم للفران اللي خصو يكون سخون على درجه حراره 190 شالور تورنونت لمده حوالي 10 دقائق. بيان سور قلبوهم، تقدر تكون قل تقدر تكون اكثر على حسب الفران اللي عندكم. غادي ندوزو النوع الثاني اللي هما لي فينونسيي بالكاكاو. غادي نقومو بنفس العمليه اللي درنا من قبل، نفس المقادير ديال لي فينونسيي باللوز، كاين فقط اختلاف واحد وبسيط. خدينا جزء من الدقيق وعوضتو بشويه ديال الكاكاو. هذا الجزء كيمشي من 25% حتى 50% من كميه الدقيق، بمعنى انه حنا عندنا 100 غرام ديال الدقيق في الوصفه، تقدروا تعوضوا ما بين 25 غرام حتى 50 غرام من هذا الدقيق بالكاكاو، كيبقى على حسب نسبه الكاكاو اللي بغيتو في لي فينونسي، وهذا على حسب الذوق ديالكم. وكيف ما درنا من قبل، من بعد ما نوصلوا للمرحله ديال لو بور نوازيت، غادي نكبوه هو سخون على خليط المقادير الجافه اللي كنا خلطناهم من قبل مع ابيض البيض، وزدنا عليهم في الاخير العسل. دائما لو بور نوازيت خصنا نصفيو، وما بقى لينا غير نحركو الكل مزيان حتى نحصلو على اون بات اللي تكون ليس وما فيهاش لي غرومو، ونديروها في الثلاجة دائما نفس المدة لليلة كاملة. من بعد مرور هاد المدة، انا قسمت هاد لي فينونسي وكاكاو على جوج ديال الاجزاء. جزء غادي نزيد فيه دي نوازيت كونكاسيو اشي، نوازيت محمر في الفران درجة حرارة 160 درجة ماكسيموم لمدة ديال 10 حتى 15 دقيقة باش يطيب لنا النوازيت من الخارج ومن الداخل كذلك. خليته حتى برد وهرمشته. في الجزء الثاني زدت عليه دي زيكورس دورانج كونفيت ولا قشور ليمون البرتقال معسلين، راه كيتباعوا جاهزين عند بائعي مواد الحلويات، ولا بيان سور تقدروا تصيبوهم راسكم كيف ما بغيتو. البرتقال مع الشكلاط كيجيو زوينين بزاف مع بعضياتهم، وكذلك نوازيت شوكولا كيجيو رائعين. غادي نحركو الكل مزيان الاجزاء بجوج ونديروهم في ديمول مختلفين، وحتى هما غادي نخشيهم في الفران بنفس درجه حراره دائما 190 درجه شالور تورنون دائما لمده تقريبا 10 دقائق. ونتقلوا لفينونسيي بكاوكاو اللي حتى هما كيجيو زوينين بزاف. الطريقه كتبقى دائما هي هي، ما كتبدلش، فقط كنبدلو اجزاء بسيطه ولا مقادير بسيطه. هاد المره غادي نعوضوا لا بودر داموند ولا بودره اللوز اللي استعملنا
في ليفيونسي الاولين غادي نعاودوا هاد لابودغ بالبودره ديال الكاوكاو. الكاوكاو شريتو حمرته دائما في نفس درجه الحراره 160 ماكسيموم لمده ديال 15 دقيقه حتى تحمر، وملي برد طحنته باش رجعته غبره وحصلت على اون بودغ دو كاكاو. هاد الغبره ديال الكاوكاو هي باش غادي نعوض البودره ديال اللوز اللي استعملنا في لي فينونسيي الاولي. غادي نغربلوهم مع المقادير الجافه الاخرى، ومن بعد غادي نزيدو عليهم ابيض البيض كرو دائما ويكون في حراره الغرفه. دائما ابيض البيض استعملوه في حراره الغرفه، سواء يعني في حاله كم ما طالعش ولا اللي بغينا نطلعوه، دائما نستعملوه في حراره الغرفه. وقبل ما نضيف العسل على الخليط ديال المقادير الجافه وبيض البيض، اختاريت انني نزيد لو بور دو كاكاوات ولا زبده الكاوكاو. غادي تجي يعني بوغ رانفورسي المذاق ديال الكاوكاو، وغادي نزيدو كذلك العسل ونخلطو واحد شويه من بعد ان فوي، ومن بعد غادي نكبو لو بور نوازيت. دائما يكون سخون هاد لو بور نوازيت. نسيت ما قلتش لكم انه الا درتو الكميه ديال الزبده من بعد ملي غادي تحول لو بور نوازيت غادي تحصلوا على 82% من كميه الزبده اللي درتو في الاول. فمثلا الا درتو 100 غرام ديال الزبده وبغيتو تحصلوا على ان بور نوازيت، راه غادي تحصلوا تقريبا على 82 غرام ديال الزبده نوازيت. فتقدروا تعبروا لو بور نوازيت اللي غادي تزيدوا من بعد باش تاكدوا انكم وصلتوا للمرحله ديال هاد لو بور. من بعد قسمت هاد النوع ديال لي فينونسي بكاوكاو لجوج ديال الاجزاء. الجزء الاول زدت فيه الكاوكاو مهرمش، كاوكاو مهرمش ومحمر بيان سور، والجزء الثاني زدت فيه فيرميسيل نوار باش يعطيني ان فينونسي تيغري كاوكاو وشكلاط. بطبيعة الحال الشكلاط مع كاوكاو كيجي رائع بزاف. غادي نخلطو هاد جوج ديال الاجزاء مزيان حتى يتجانسو، ونعمرو لي بشي مول ديالنا بسيليكون من اختياركم. كيبقى الاشكال ديال هاد لي مول على حسب اش عندكم، وتقدروا بطبيعة الحال كيف ما قلت لكم من قبل تستعملوا دي مول افينونسي اللي كيكونوا طوال شويه، ولا دي مول ميني كيك. وغادي حتى هما نديروهم في الفران. صافي دابا عرفتوا درجة الحرارة 190 لمدة ديال 10 دقائق تقريبا. غادي ندوزو لي فينونسيي اللي درتهم بأملو. دائما راه فهمتوا لو بروسيدي راه هو نيت، ولا الطريقة راه ما كتبدلش، هي نيت. المقادير الجافة كتبقى هي هي باستعمال لا بودغ داموند، ومن بعد ما نغربلو هاد المقادير الجافة غادي نزيدو عليهم بياض البيض. نحركو مزيان ونزيدو من بعد املو ومراه العسل. املو بطبيعة الحال ديال اللوز من الاحسن، بزيت الارغان واللوز محمر والعسل يكون مصايب بطريقة كلاسيكية. الغد ليه انا درتهم في دي مول صغار، اللي في لو فون ديال هاد لي مول درت اللوز مهرمش ومحمر، محمر غير شوية، ومن فوق عاد درت لي فينونسيي بأملو، وحتى هما غادي ندخلوهم الفران نفس درجة الحرارة 190 لمدة 10 دقائق. ومن بعد غادي ندوزو للشكل الأخير اللي صايبت لي فينونسيي على نواة كوكو البكوك. هاد لي فينونسيي كاين اختلاف بسيط بينهم بين الفينونسيي ديال اللوز، فقط الكمية ديال بودرة اللوز اللي غادي نغيرو. غادي نقصو شوية من بودرة اللوز، وهذاك الشيء اللي نقصنا غادي نعوضوه بالكوك. الكوك بطبيعة الحال يكون ذو جودة عالية، الكوك اللي يكون ميدم وماشي اللي ناشف باش الفينونسي يجيو معلكين. هاد لي فينونسي بالكوك يعجبوني بزاف، كيجي فيهم واحد المذاق رائع وزوين. كيف دائما غادي نغربلو المقادير الجافة كلها من غير الكوك، حتى نغربلو المقادير، عاد من بعد غادي نزيدو عليهم الكوك ونخلطو مزيان، ونزيدو بياض البيض كيف دائما. من بعد ما نزيدو العسل ولو بور نوازيت، راه دابا عرفتو الطريقة. تلاجة من بعد لليلة كاملة، لاباط تكون بيان سور دائما في الماء،
دائما في المنخشي وان كيك ولا باتا كيك ولا بغيوش دائما في الميوها ونخليوها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة. من بعد تقدروا حتى هذا النوع تقسموه على عدة أجزاء وتزينوه ولا تزيدوا عليه يعني على سبيل المثال الشوكولا اللي كيجي زوين مع الكوب، ولا تزيدوا اللوز مهرمش ولا كيبقى يعني الذوق ديالكم. انا خليتهم سامبل ودرتهم في نفس درجة الحرارة في الفران لمدة 10 دقائق. حتى لدابا راه درنا اشكال ديال اللوز كاكاو بالكوك بالكراميل بالشكلاط وانواع اخرى. تقدروا ديروا انواع واشكال اخرى الى بغيتوا، كيبقى الابتكار ديالكم والخيال ديالكم، ما كاينش شي حاجه محدده، بدعوا كيف ما بغيتوا. بالنسبه لافينيسيون تقدروا ديروا مثلا دي غاناش بالشوكولا بيضاء سوداء ولا بالحليب كيف ما بغيتوا. انا هنا استعملت غاناش بالشوكولا البيضاء. هاد لا غاناش غادي ديروا كميه ديال لا كريم وتزيدوا عليها جوج ديال المرات حتى جوج ديال المرات ونص كميه ديال الشكلاط ابيض. على سبيل المثال الا درتو 100 غرام ديال لا كريم غادي ديروا ما بين 200 حتى 250 غرام ديال الشوكولا البيضاء. ما غاديش نوصلوا ثلاثه المرات باش ما تجيناش قاصحه بزاف. استعملت كذلك الكراميل ولا مربى الحليب لا كونفيتور دو لي اللي بقات ليا، سخنته شويه في ميكرووند واستعملته وزدت عليهم دي بي دو شوكولا ولا فيرميسيل بالالوان ولا الفيرميسيل نوار للتزيين، دائما على حسب الاختيارات ديالكم. وبقات ليا شويه ديال لا غاناش بيضاء، زدت عليها شويه ديال لا كونفيتور دو لي ولا الكراميل وخلطت مزيان وعمرت بها لي فينونسيي. هاد لا فينيسيون ديال لي فينونسيي كتبقى على حسب الاختيار والذوق ديالكم. انا فقط كنقترح عليكم افكار ولكم واسع النظر. اذا استطعنا نديرو اكثر من 10 ديال الانواع ديال هاد لي فينونسي. تقدروا كيف ما شاهدتوا ديروا اكثر بافكار جديده ومبتكره. هاد لي فينونسي كيجيو زوينين بزاف، ما غاديش تشبعوا منهم، احتفظوا بهم في المجمد ووقت ما بغيتوهم جبدوهم واحد نص ساعه قبل وغادي يكونوا في حال لا يلاه صيبتهم. كنصحكم تجربوهم وراه ما غاديش يبقاو يخطاوكم. فوالا هادو هما لي فينونسي ديالنا. بقى ليا غير نتمنى لكم شهية طيبة. نتلاقاكم الأسبوع المقبل إن شاء الله في وصفة جديدة. كيف ما دائما إلى ما فهمتوش شي حاجة ولا إلى عندكم شي سؤال مرحبا بالتعاليق ديالكم. وفي الأخير كيف ما كنقول لكم دائما إلى قدرت أنا ندير هاد الوصفة حتى أنتم ما تقدروا ديروها حتى حاجة ما صعيبة. تشاو.